بلزمنا حبتين لثلاث حبات بتنجان كبار مقطعين دوائر، ثلاثة بيض، كوب طحين، كوب كعك مطحون، واحد ونص كوب موتزاريلا مبشورة، جبنة الموتزاريلا، واحد ونص كوب البارميزان مبشورة. أما مقادير الصلصة، معلقتين كبار زيت زيتون، بصلة مفرومة ناعم، أربع حبات ثوم، خمس حبات بندورة، ربع كوب معجون البندورة، ربع كوب ريحان طازج، ملح وفلفل، ورشة سكر، نص كوب ماء، معلقة صغيرة أعشاب إيطالية مجففة، ومعلقة صغيرة بودرة الثوم، ومعكرونة سباجيتي للتقديم. نعم. هلا أول شيء ديالا حطينا زيت الزيتون على النار، لأنه طبعا إيطالي فأسكى مع زيت الزيتون، إذا بتحبوا بزيت نباتي طبعا كمان مش غلط. بدنا نقلي البصلة المفرومة ناعم لحديت ما تدبل معنا. هي الحلو فيها هاي الصوص اللي هي نفس الصوص اللي بتزبط لأي باستا توميتو صوص. فأنت أي صوص بندورة عندك تقدري إنه تستعمليها إذا عندك وصفة أنت بتحبيها. واليوم رح أعطيكم أنا هيك وصفة برضو لذيذة لإلها. هلأ عبين ما تدبل معي البصلة شوي، بس بدي أطول الباذنجان من الفرن أحسن ينحرق. الباذنجان لما تقشريه وتقطعيه تحطي له إشي مشان ما يسود ولا دغري بنطبخه؟ عشان هيك جبته أنا كامل عشان أفرجيهم اليوم كيف رح نعمله. خليها هاي هون عبين ما نخلص. وبهاي الأثناء يا ديالا عبين ما البصل يدبل شوي، هلأ بدي أنزل البندورة الطازة تقريباً عندي يعني أربع حبات أو حسب الحجم. خلينا نعلي النار عليهم عشان تتسبك معنا الصلصة بسرعة. نحرك. تمام. بعدين بدنا ننزل رب البندورة، ملح، فلفل، وأعشاب إيطالية مجففة ديالا. ديالا تخيل هدول صح بابا عملهم بالبيت، بعت لي إياهم. الزعتر؟ حاطت زعتر وريحان وروزماري كله عاملهم هو يعني صاحب والدي. كتير شاطر، كتير حبيتهم لأنهم طازة. عارفين عليهم. جيبه يطبخ شكله شاطر. هلأ بدي أحط رب البندورة أنزله على الصلصة. الحلو إنكم تعملوها على السريع هاي وبتخلوها تتسبك، يعني بدكم تخلوها وقت هيك بسيط حتى كلها تتسبك مع بعض. كمية بسيطة جداً من المي، تقريباً نص كوب. نحط أعشابنا الإيطالية، يعني زي إشي تقريباً لحدية السباجيتي شوية بتشبه. طبعاً بالضبط. وهي شوية بودرة ثوم بس معها أعشاب، ملح، فلفل، ومنحرك. هاي صوص بتزبط لأي باستا، هي لأنها وصفة تليانية فهم توميتو صوص البيسك تبعهم. هلأ بدنا نيجي للباذنجان والسؤال السألتينية. هلأ أنا صراحة جبته عشان أعمله قدامكم، بس يفضل طبعاً ينعمل قبلي بوقت. بدنا أنا كاتبة باذنجان كبير، بس إذا ما لقيته كبير أنا لقيت هذا، بدكم تكتروا الكمية طبعاً. بدنا نقصه لدوائر متوسطة الحجم تقريباً هيك. أوكي. مخليه بقشره؟ شوفي بخليه بقشره. هلا اذا في ناس بحبوا يقشروا يقشروا، بس كثير رح يعني يستوي زياده عن اللزوم بالفرن، فما بدك اياه يطرى كثير، ما بيأثر قشرته اذا مش مره. مرات بيكون قشره مر، فيكم تدوقوا طرفها بتخلوا القشره عادي. طيب هلا شوفي ديالا بنتركه شوي، طبعا انا ما عندي وقت اتركه كثير، فبنلاحظ انه بصير ينزل مي. شوفي على السريع. بعدين لازم نعصره كثير. شو حطيتي ملح؟ ومش بس هيك ديالا، بس بدك تطبخيه ما بتطلعيه من هون وخلص، بدك تعصريه لانه بيكون كتير نزل مي. هلا هاي الخطوه بعملها على المصفاي وبعدين بنشفه برا المطبخ وهكذا. فتخيلوا انه الموضوع تم. عشان احنا نكمل اكلتنا بدي بس قبل هيك ادوق الصوص اشوف شو وضعه. طلعي كيف تسبك بسرعه. كتير 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 بيأثر لما بتكون البندوره طازه. بليز ما تحطوها علب، عندنا بندوره كتير، البوكس بليره وبليرتين. دائما بنحط رشه سكر كمان لصوصات البندورة. هيك صوصنا وضعه تمام، رح نخليه على جنب وأشتغل بالباذنجان. من وين أجيبهم الأعشاب؟ موجودين بالسوق باسم أعشاب إيطالية مجففة، أو بتقدر تعمليهم بالبيت. بتقدر تنشفي شوية زعتر، بتقدر تنشفي شوية ريحان، شوية إكليل الجبل،
وطرخون وتحطيهم كلهم مع بعض وبقدونس حتى. بس شغلة كتير مهمة في تجفيف الأعشاب، ما بنحطه بالشمس، لازم محل معتم ومظلم وإنهم يتنشفوا بدون ما يتعرضوا للشمس حتى ما يسودوا. يعني في مرات معتقد خاطئ إنه الأعشاب تتنشف بالشمس، تحطيهم بغرفك مش تستعملهاش كتير لأنهم بيسودوا بسرعة. هلأ باذنجاناتنا صاروا تمام، وامنع عنهم الزيت، سوري الملح الزايد. شوفوا المي، هيو هذا من الملح، واو نزلوا مي، فرجيهم لهم مش لي. انا شفت مو مبين، مش عارفه اذا مبين على الكاميرا، بس مبين كتير لون على هيك، لونه هيك عبني شوي. ديما بيا صباح الزلابية والحلاوه، ضروري النابلسي على الطريقه النابلسيه. بدهم زلابية بعملها، بس هاي بدها الجزريه كمان. طب يعني هلا اعملي لنا الزلابية ضروري الجزريه، ما هي لازم يتقدم معها يا مربى اليقطين. لا يا عمري ديما، نحن بناكل الزلابية زلابية العوامي هي كلها مع مربى فراولة. انتوا هيك بتعملوا؟ لا احنا لازم هذا المربى معها، بس طبعا لا ليش لا ليش ما نعمل جزري؟ اوكي خلص خلص. امتى؟ ويلي الاكلات النابلسية كلها لحقتني، الخيار المحشي والزلابية. سامحينك بالخيار المحشي، خلص وقفت على هاي. طيب هلا ديالا شوفي شو بدنا نسوي بالباذنجان. هلا هون في عنا بيض عشان بدنا الزلابية تقرمش، هاي الطريقة اللي ما حدا بيعرف كثير على الفرن الفظيع، ما حدا بيقدر كتير يخليها تقرمش. انت ما كلتيها قبل؟ ما كلتها بتقرمش، يا الله شو زاكية اللي بتعلك يعني. هلا هيك صرت خايفة اعملها بتعلك وما تخلص من لسانك. ديالا هلا شوفي شو عملت، حطيت مع البيض ملح وفلفل، وحطيت مع الطحين ملح وفلفل، وهون عندي القرشلة او الكعك المطحون زي ما بنعمل اي نوع تغليفة لجاج لاسكالوب. هلا شو بدنا نسوي؟ الوصفة الأصلية لهاي الأكلة بنقلق لي، بس أنا شويته بالفرن طلع بجنن، طلع نفس الشيء وما أفرقت له أبداً وهو مقلي. فشو بدنا نعمل يا ديالا معاي؟ بننزله بالطحين، خلينا نجيب شوكة عشان تضلها إيدي نظيفة. أول إشي بالطحين مش بيض دايماً دايماً بكل إشي ولا بس بكل إشي؟ أول شيء الطحين، أصلاً الطحين هو اللي بيخلي هلأ البيض يمسك عليها. كيف بده يمسك البيض عليها؟ بضله يسحل. مش إحنا بنعمل العكس زمان كنا نعرف. والله يا حبيبتي هاي الطريقة الأصلية، طلعي هاي البيض هلأ لزق. هاي فكرة حلوة، وهلأ بقرمش طبعاً لو بنقلة، وهلأ على القرشلة. القرشلة صحيح، هو كل الناس بتفشف زيك. لا والله أنت الخير والبركة كلها يا عبد الله. هلا او رامي مين اللي علق مش عارفه، ما راح اقول لك اذا مش عارفه من مين. فرح ادخلكم هدول على الفرن حتى تشوفوا بالضبط كيف بصير شكلهم. طب يلا عبين ما نشتغل بالجاهز، وعبين ما ادلكم على ساندويتش كتير كتير زاكي. باذنجان مشوي تحطوه بالخبزه، عشان اذا الكاميرا عندك. لا عندي. بتحطوا عليه سماء وحبه بندوره هيك، قطعوها ولفوها بالخبزه. الله اكبر ساندويتش بيتاكل، والزهره المقليه هيك زاكيه. هلا حطينا الزيت تحت وفوق، يعني شوي من تحت وشوي فوق، ورح نستنى عليهم. قديش حراره الفرن؟ 180 تقريبا ثلث ساعه. رح نشتغل بالجاهز. هلا زي ما قلت لكم الجاهز انا عملته من امبارح فطري، يعني مش مقرمش، بس عادة لو بتعملوه قبل بوقت بضل مقرمش، بس للستات اللي بيشتغلوا رح يكيفوا انهم يعملوه قبل بوقت. شايفين كيف؟ وحطيته بتابر وير، وحطيت بينه طبقات من ورق الخبز حتى يضله كمان يعني ما ينبل من الثلاجة او يطلع سوائل. وهس منال ابو طالب بتسلم عليكي، الله يسلمها. وآية واسيل ابو زهرة سلمي بدي عليهم. حلويات شرقية شرقية حاضر برضو على موقع رؤية، صار في كمية مليان تقدروا تشوفوا عبين ما نعملكم إشي جديد. وبدنا نقول لنضال يا باي ما أحسنك يا نضال، دائما بعملنا صور حلوين نيمة لزوة كتير حلوة. شكرا لإلك يا نضال كلك زوء. الزلابية اللي بتقرقش بسكر ناعم بدون مربى معها بتعرفي مقاديرها؟ هي قصدها فرح يزن تسألك. هي أصلا المربى ما بتقدم، يعني هي جنبها هي الجزرية، حلوة الجزرية أو اليقطين بتتقدم جنبها. هديك مش بنطبطس بالقطر ما بنحط عليها، هديك القلاج. انت عم تحكي لا عن التمرية، يمكن تمرية عين عليك. هلأ ديالا حطينا الصوص البندورة تحت، بدنا نحط برضو شوي من البارميزان برضو مع الصوص. وأنا هون الجبنة الثانية اللي حطتها كاتبة موتزاريلا، بس مستعملة مونتري جاك بحب طعمها أكتر كمان، وفي شوية موتزاريلا. خلي موتزاريلا لبعدين، حط هلأ مونتري جاك يعني عشان سهل الامور لهم. ايش استعملوا بدالها هاي الجبنه الحكي؟ هلا شوفي هي تشيدر بس لونها ابيض، تشيدر يعني جبنه تشيدر تشيز مش الصفراء، لونها ابيض. هذا اول شيء. وثاني شيء البارميزان اساسيه،
البارميزان لازم هي اصلا اسمها جب باذنجان مع جبنه البارميزان. فهلا بنصير نحط دوائر من الاكل، بدنا نعملها طبقات يعني. فكرتوا هذا بسكوت بالاول باذنجان مغلف زي الاسكالوب. طبقات رح تعمليه؟ طيب هلا قبل ما تعملي طبقات في بطلبوا منك ليش لما اكبس الجبنه بصير عفن على الوجه موج المي؟ ما بتكون مغطيتها كفايه، ما بتكون رافعه من مستوى مهمرات، ما بتكون غامره المي لفوق. ولما بتغمر المي شاشه شوفي لما تغمر المي ونفتحها ونصير ناخذ منها برضه برجع عفن. ليه؟ شغله ثانيه النظافه، سوري يعني مش قصدي انه نظافه نظافه، قصدي بشوكه بشغله مش بالايد مثلا. مش بالايد، ودائما بيقولوا المخلل وهي الاشياء اللي ما المخلل ما تحطوا ايدكم فيها، طلعوها يعني بملقط كثير ضروري بصراحه يعني كمان صراحة. هلا بدنا نعمل طبقه ثانيه من الباذنجان. انا ما بحط على ملح على الباذنجان وبقليه بزيت حرارته عاليه وبطلع بجنن. صحه وعافيه سناء. صحتين وهلا. هلا بدنا نحط كمان شويه صوص. تهاني قصراوي شكرا لك. بعدين كل ذوق يا تهاني. الباذنجان انواع، يعني في انواع بتغب زيت، في انواع لا، في انواع اسفنجيه، في انواع صح. عرفتي حسب نوع الباذنجان. ديما بطلب تهاني بتطلب منك كورسون شوكولا. حاضر يا تهاني. تهاني حاضر، مع انه برضو اظن نعمل لك كواسون بس بشوف لك اذا مش معمول بنعمل لك اياه. طب تهاني هو اسهل لك، واحكي لكم مرات في اشياء ارخص علينا نشتريها من ما نعملها، صح ولا لا؟ انا معك. في اشياء كتير بتكلف اذا بدك تعمليها، بس اذا بتشتريها حاضر انه بيعملوا كميات بتكلف اكبر بتطلع علينا اوفر، ومقاديرها كتيره وممكن تزبط ممكن ما تزبط مع ست البيت، لانه مثلا الكواسون اوكي فينا نضلنا نفرده ونحط الزبده ونرجعه على الثلاجه وبدك 3-4 ساعات، بس برضه اللي بتاكلوه بالمحلات بنعمل بماكينات خاصه اسمها الفراده، بفردوا فيه العجينه بطريقه معينه فبيطلع طريقه القرمشه اللي فيه مختلفه. ايهم ابو شرار بدها رز على طريقه الاكل الهندي. الله يسعدك يا ام ايهم، عملت موجود برضه على موقع رؤيه، بس بنعمل لك طريقه مختلفه في كذا طريقه. بالسعوديه كيلو البندوره 15 ريال يعني 3 دنانير. ها ما في مثل بندورة بلدي. والله طيب معك حق. بعت لك بندورة تكرم عينك يا سارة الملكاوي. هلا طيب خلص جيبي علب سامحة. هي عم تقولك بتجيب علب؟ طبعا لا هي ما عم بتقول، انا عم بقول لها اذا متخرة طبعا بدك تجيبي. هنادي حسن زعلانة كثير غالية. هنادي زعلانة عشان كمان ما بنقرا تعليقها. طريقة الزيتون الاخضر يا ديما على فكرة كنت عم بفكر اسويه بس لقيته على موقع رؤية كمان 3 مرات. طب لكان فوتوا على موقع رؤيا وشوفوا كيف الطرق كلها معموله. هلا شو حطينا؟ حطينا زيت زيتون، حطينا ثوم. بدي احط شويه بودره الثوم برضه مع الزيت. والله هي جديده بودره. هيك بتنكه هلا بيطلع النكهه اقوى. ونقطه اعشاب ايطاليه. بدي انزل السباجيتي المسلوقه واحركها معاهم حتى تتنكه بنكهه الثوم كله اللي صار عندنا. حط عليها شوية زيت زي ما انتم شايفين مش ملزقة، لاني حط عليها شوية زيت زيتون. وهلأ يا ديالة منحركهم مع هالأشياء الزاكية اللي جوا. شوية ملح. ألاء العلاونة كمان بتصب عليكي. هلا يا ألاء. ونور أسامة بتقولك طبخك بجنن. حبيبتي يا نور. ومعالي عملت يا رزان وموجودة على موقع رؤية مش مرة 20. وهلأ بنرجع بنحط لكم موقع رؤية، فوتوا عليه وفوتوا وشوفوا كل الأكلات اللي عم تطلبوها. طيب ديالا حبيبتي شو رأيك تسكبي لي الباستا بالصحن المدور؟ انت ما عرفتي هاي الباستا بس مش البندورة. لا انا بدي اسكبها. هاي موقع رؤية فوتوا عليه وشوفوا كل الاكلات، بس في يعني مشان الله بتقول لي مشان الله نعيمه اسلم عليك. الله يسعدك ويسعد صباحك تكرم يا نعيمه. بدك هاي اسكبها هون يا حبيبتي بس فقط بعدين بعدين نزينها بشويه ريحان. يلا وانا بدي احط شويه ريحان عندي على باذنجاناتنا الحلوين. صدقوني أكلة كتير طيبة، بنصحكم تجربوها مع الباستا كتير زاكية. حطي شوية ريحان. إلى حالة الباستا بتتاكل على فكرة. يا حبيبتي هيا حطي لك شوي. ركزونا على الباستا لو سمحتوا.